في ضمن فعاليات مبادرتنا الحوار حياة أتحنا فرصة للطالبات توجيه علمي بإقام يوم تفريغ بالنسبة لهم وإظهار فيهم إبداعاتهم وميولهم واهتماماتهم. الطالبات إليهم عنا في عنا طالبات موهوبات كتير وعندهم مشاركات كتيرة. اليوم إحنا من مدرسة الشجاعية الثانوية ألف التي تعرضت إلى القصف سابقا، هي المدرسة التي عادت من قلب الدمار، عادت بعقول طالباتها وإبداعاتهم ونشاطاتهم. لدينا طالبات مبدعات كثيرا، لدينا طالبات تتحدث باللغة اليابانية، فلتتفضل الطالبة لما الحرازين وستتحدث عن أهمية الاحترام واتاشي وا لاما كوري وا اتاشي ني داكو هاي demo sunki wa irarimasu atairarenai onna no ko wa chū shitai josei wa sunki shitai anata no jishin ni sonshō shi boku wa anata ni sonshō shimasu arigatou gozaimasu hai tariba lama etaraji نتحدث عن أن الاحترام يجب على كل شخص أن يحترم نفسه وسيحترمه الآخرين، وأيضا الفتيات بحاجة إلى الاهتمام والنساء بحاجة إلى الاحترام. شكرا. حي الطالبة لما الحرجين. لدينا أيضا طالبة تتحدث باللغة الصينية، الطالبة أريج مغني، تفضلي أريج. وانجياو أريجا شي دويفوا شي دا زون جونغ زون جياو عن أهمية الحوار وعن أهمية احترام الأذان. شكرا. حي الطالبة أريج. لدينا أيضا طالبة تتحدث باللغة الفرنسية، الطالبة فرح إسراء. الطالبة إسراء تتحدث اللغة الفرنسية، تفضلي إسراء. جي مابيل إسراء. جي مابيل إسراء. Respecto parte, respecto bon view de la question de la nationalité. اللغة الصينية، الطالبة حكينا اللغة الألمانية، الطالبة فرح. شرف لحوي، أهلا فرح، تعالي. حدا سمعنا باللغة الألمانية؟ شي هاي سي فرح سوزان بغي ريسبكتين دي ايتيتشيا اون كونتورالا في الفايل تحدث عن لا للعنصرية ونعم للاختلاف. ثانك يو. حي الطالبة فرح. اللغة الإنجليزية، الطالبة أسيل في البطنيجي. أما سيل البطنيجي أوليف برانش إذا سيمبل أو فريديا غصن الزيتون هو رمز الحرية. ممتازة. حي الطالبة أسيل. الطالبة أخرى تتحدث اللغة التركية، الطالبة سندس السرحي. بنم أدين سندس بزل في مسير مد جريبتي ديريدير أنجك بشكلين كتروغين سايدو بستر مليز إنه ليس من الضروري أن نحب بعضنا البعض ولكن يجب أن نحترم ثقافات غيرنا. ممتازة جدا. هذه إبداعات طالبات الشجاعية، ولدينا إن شاء الله إبداعات كل يوم، لدينا إبداع جديد وكل يوم لدينا طالبة لديها نشاط أكبر. نحيي بعض طالبات المدرسة. وشكرا.